لا تقوموا لي كما يقوم الناس لملوكهم. اجلسوا اجلسوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم بلغ؟ 2100. ويوشك أن يعود ابن عمنا يوسف بن تاشفين من طوافه بين قبائل سنهاجة، ولعل الله يوفقه هذه المرة أيضا في استمالة عدد جديد. نعم الرجل يوسف، إن له أثراً في الرجال على قلة كلامه، طحن بلا جعجعة وفعل بلا ادعاء. هكذا كان منذ كنا صغاراً نلعب في أطراف الحي. أسأل الله أن يعصمه من غائلة الخصوم، فهو يذهب في نفر قليل ويعود في نفر أكبر. ألا تنتهي يا ابن تاشفين؟ ألم ننذرك ألا تعاود؟ قد عرفناك حكيماً قبل أن لحقت بذلك الرجل، منشغلاً بنفسك عن غيرك، قد كفيت الناس شرك وخيرك، فكيف سحر عقلك حتى صرت من دعاته تغر هؤلاء الناس عن أنفسهم حتى يتبعوك إلى تلك الجزيرة؟ الحق أحق أن يتبع. سيدنا القاضي، والدكم يا سيدي. أيها الإخوة، إلي. قد رضيتم أن تفارقوا أهلكم في طلب الحق وصلاح الدنيا والآخرة، وإنكم لتحملون أنفسكم محملاً صعباً وتقبلون على مغارم عاجلة ومغانم آجلة، وهذا آخر عهدكم بما درجتم عليه، فليراجع كل منكم نفسه، فمن وجد فيها إقباناً لا تردد فيه وعزماً لا خوف فيه فليستأنف معنا.
ومن ظن بنفسه غير ذلك فليرجع ولا عدوان عليه. على بركة الله. على بركة الله. يا يوسف، أليس هذا ابن الجوهر ابن سحيم علي؟ معي ركوبي وزادي. تصحبنا؟ لهذا جئت. وأبوك الجوهر؟ قد خالفته إلى الحق الذي سمعت منك وكفرت بما هو عليه. هيا إلى ركائبكم. أبلغ بكم الأمر أن تغيروا علي ولدي؟ لم نكرهه على شيء، وهو على الخيار. هيا عد معي. قد حزمت أمري يا أبتي، فارجع هداك الله. لا أرجع إلا بك ولو غصبا. إن لك حرمة الأب، ولكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أنا لست أبا جهل، أنا فقيه القوم. حتى جاء ذلك السوسي فأفسد علينا حياتنا، والآن يفسد علينا أبناءنا. ومن يسعى في أمره رجال من قومنا. لا أطيل جدالك يا أبتي، فلقد سمعت الجواب في كل ما تجادل عنه، والحق بين، لكن الإنسان يتأول على حد هواه وغرضه، وقد اخترت وعلي إثمي. اذهب، اذهب إلى ذلك الفقير، فستعلمون نبأه بعد حين، ويظهر لكم غرضه، وتذوبون إلى الرشد.